بص يا زومبي، انا هتجوز مهجه غصب عن عين ام الدوله. اتأخرت كده ليه؟ قلقان عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مرة ما ردتش علي. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجة؟ ايوه يا راجل، انا كنت واثقة انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها. لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا، اصله لما عرف الحقيقة بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي. انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا ساب البلد كلها. اقول عشان اتجوز لطفي الماظ، مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط، ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني، انا حسبتها علشانك انتي. انا جيت بوصلك كل حاجه. انا همشي، المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجة، الدوله لسه نايمه ما صحيتش. خلينا اطلع منها على خير. رجلي على رجلك. أنا رايح لندن. حاجي معاك، بس وأنا مراتك. محسن بيه هنداوي، اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي، ده سجن مش منتجع سياحي. دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم، بلازمات، لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا لا لا، ده كتير كتير. الله، الصحافه تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح؟ نعم، اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزه. ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي، انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم، يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن، أنا ليا 80 مرة. إحنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مرة على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. أنا هروح فين ما أنا عندكم؟ أنت بتقول إيه؟ ده سجن محترم مش شقة مفروشة. طيب، أنا بحملكم المسؤولية كاملة. أنا هبلغ جميع جمعيات حقوق الإنسان.
هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سوناء الرأي. مين؟ الرأي. هوصلها للأمم المتحدة. هبلغ أوباما شخصيا. حرام حرام عليكم. أنا بعمل حاجات ما عملتهاش من أيام ما كنت في الإعدادية. إيه؟ حرام. من أيام ما كنت في الإعدادية ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت. بقوم كل يوم الصبح. فهمت. مش كده. تمام يا فندم. الأستاذ عبد المنصف والأستاذ لبيب المحامي بيستأذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. أمرك يا فندم. وأنت بتعمل إيه؟ أهو حجة في الشؤون القانونية. أنا ليه الحق أعمل إضراب ولا لأ؟ إضراب إيه يا محسن؟ بألف مبروك. لجان البنوك وافت على مشروع الجدولة والسيد النائب العام أصدر أمره بالإفراج عنك. وعادي قرار النيابة بالإفراج. وموجة خرجت بالسلامة النهاردة الصبح. رايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بي عبد الدايم. عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا. الظاهر انها تسويه شامله. كان لازم الدوله تعمل كده. كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده ده مش مجرد تصالح. ده عبور اقتصادي لان الاقتصاديه بتاثر على الصلاحيه في السكاس مستكيتس. وهنا اجتماع اللجنه. ايه هو هنا اجتماع اللجنه؟ لا هنا موقف احمد حلمي. اتفضل. امال موجه هنم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه. مش نظام. النظام اتغير. نظام بيه عبد الدايم خلاص مشي. واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف. عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث. الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان. وإحنا نرى الله. إحنا نرى برضو. إحنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الأمور ده اللي في الصورة ابن سعادتك؟ أيوة باسم ابني. باسم